أنا عندي ميعاد مع مدير الشركة. مين حضرتك؟ قولي له كان ده نور الدين. ليه؟ إيه هو اللي ليه وعشان إيه؟ في إيه؟ أنا موظفة جديدة. طيب فضلي ارتاحي لغاية لما أبلغه. ألو. أيوة يا فندم. ايه اللي انتوا بتعملوا ده يا جوجو؟ ايه؟ اللي ايه؟ إيه استنى جندا استنى ايه؟ ايه؟ انت فهمت الحوار غلط. لا والله صحيح. اجيلك بقى وقت تاني تكون فاضي. هاك انت انت شغلي خلاص موجود. شغل مين اللي خلاص يا عم؟ ده انت محتاج وقت كبير قوي على ما تختار المناسبه. ربنا معاك بقى ويديك العافيه والصحه. انت فهمت الحوار غلط. البنت كانت عايزه تقعد والكرسي جوه بايظ. بايظ. لا والنبي صحيح. اضطرت تقعد على المكتب. اعمل ايه؟ يا والنبي صحيح. انا يا اخويا اللي اعرفه ان المكتب بيبقى ليه كرسي عشان يتقعد عليه، مش تقعدهم على سطح المكاتب. طب تعالى افرجك على مكتبي. يا عم انا بحب شغل المكاتب. تصدق ان انا بحب شغل الشوارع؟ تصدق؟ لكن انت ما يبقاش دماغك ناشف بقى. اعملي نفسك ما خدتيش بالك. تعالي اوريكي مكتبك. ها ايه رايك في المكتب؟ انا مش بتاعت مكاتب. اكنت استنى اهدي كده وانسي وخليكي حلو. انسى ايه؟ بص انا هجيب لك من الاخر عشان ما نقعدش نفرهد في بعض. كده انا احبك. ماشي. انا مش هتجوزك كده. ما احبكيش. ليه بقى؟ ما انا عارفه ان انت كلمت بابا وهو قال لك هات تشتغل هنا عشان تكون جنبك، صح؟ وانا بعد ما جيت وشفت اللي شفته مش ممكن اتجوزك. لسه بقى عايزني اشتغل ولا اروح بيتنا؟ لسه عايزك تشتغل. ماشي. بقى بالذمه في واحده بالروقان ده ويبقى في حياتها واحد اسمه جابر؟ انا اتجوز واحد اسمه جابر؟ يعني اقول له قوم اصحى يا جابر يلا بينا نخرج يا جابر؟ ايه القرف ده؟ وبعدين انا ما بحبش الرجاله اللي بتعمل اختبارات سطح المكتب. اختبارات ايه؟ سطح إيه؟ المكتب يعني ايه ده؟ هو عمل حاجه؟ يا شيخ اقعدي يقطط اقتله على طول. اما تكبري هبقى افهمك. يا كندا يا حبيبتي. مش انا اختك حبيبتك؟ ومش انت بتقولي لي كل حاجه وما تخبيش عني حاجه ابدا؟ طب قولي لي يا روحي، هو انت يا حبيبتي عندك عقده من الجواز وانا معرفش؟ قولي لي مش عايزه تتجوزي ليه بس؟ يا بنتي يا عبيطه، هو في واحده مش عايزه تتجوز؟ هو انا كل حد جيلي الا اذا كان كسر، كلهم كسر حاجه تغم. حرام عليك، دول كده كده قولك كده. ده احنا هنقر بقى ولا ايه؟ انا نفسي احب، يعني نفسي اتقلب كده واتلوى من الحب زي الست شاديه اما قالت اقرا لي كتاب واتنين تيرارا واتقلب على الجنبين تيرارا. انا بقى نفسي اتقلب. مش عايزه تتقلبي؟ لا مش عايزه، انا عايزه اشوف حل لمشكلتك. بس واضح كده يا كندا انك انت محتاجه عريس تفصيل. لا يا شيخ، لسه واخده بالك؟ ايه يا رب الغباوه دي؟ يا شيخ بس ايه، انا بقى قررت ان انا ساعتك. شاطره. هتعملي ايه يا حلوه؟ ورين كده بس. خلاص انا لقيت الحل. اللي هو هعملك بحث. بحث عن ايه يا خايبه؟ بحث بس. تعالي وانا افهمك. تعالي. النصيبه السودا على ايه يا بنت؟ مفيش رجاله بيتعمل عليهم ابحاث. تعالي بس تعالي. يا رب البيت ده يشيلني من دماغه يا رب. في ايه؟ اهدي استني بس. بتعملي ايه؟ اصبري بس ثواني هوريكي حاجه فظيعه. استني بس. ايه رايك؟ أسامة منير ده بتاع الراديو؟ راديو ايه؟ هتجننيني؟ ده شبه أسماء بس. أسامة منير ده يا ستي أخو صاحبتي، خريج سياحة وفنادق بس عايش في الغردقة. إيه رأيك؟ بحر وسما وعيشة فلة. هو لطيف بس تحسيه مصدغ، يعني شوفي دقنه عامل، بصي اللغد اللي معاه. إيه مصدغتي؟ ورايح ورا. خلاص إيه خلاص خلاص. بصي ده ده بقى احمد. يا توتي اخو دودي، فاكراها صاحبتي. وده ينفع للجواز ده ولا ايه؟
اله الا الله. خلاص استنى، ده بقى معلهوش كلام اهو. خليل اخو منير، بصي جميل، انا اتجوز واحد اسمه خليل؟ حرام عليكي يا شيخه، اعمل لك ايه؟ ارمي نفسي من البلكونه هنا وتخلصوا مني وخلاص، وترتاحوا كلكم انتي في البيت ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اللي خليل شايف عامل ازاي؟ ده قمر. ماله خليل؟ ماله؟ ده قمر على فكره، مفيش حد فيهم عاجبك. مين بس اللي هيعجبك بقى؟ يا ستي مش هيعجبني حاجه من الحاجات العجيبه. انت شايفه العجاب جدا. خليل رهيب، خليل ده. وعلى فكره انت بنت موكوسه ونكديه. على فكره بقى انا عايزه اقول لك على حاجه، انت ممكن اصلا في واحد يعجبك وفي كل المواصفات اللي انت عايزاها وما فيهوش غلطه، بس في الاخر انت بقى يا ستي مش هتعجبيه. ليه يا امي ما عجبوش؟ ليه يا امي؟ هنقول في حاجه ناقصه؟ الله، اما انك بنت غيرك مزعيش وما عندكيش ثقه في نفسك. انا برضو ايوه، وهو ده الفرق اللي بيني وبينك. وبعدين انا واحده لما احب اتجوز يعني هعوز مود، وبعدين روقان، عشان انا بالنسبه لي الجواز يا استاذه ايوه بدايه مرحله. ايوه يعني اما ابقى عايشه في بيت ابويا وفي العز اللي احنا فيه ده كله، لازم اروح بقى لبيت الدلع والروقان. مش هنتقل من بيت ابويا للسجن ويقعد بقى يذل فيا قومي اغسلي وقومي اطبخي. لا يا امي، انا عايزه المرحله اللي جايه تبقى مرحله احلى من المرحله اللي انا عايشه فيها. نهار اسود. لا استني بقى، استني لحسن، الموضوع ده مهم جدا. اوعي تكوني هتكلمي خليل. خليل؟ خليل مين؟ ده انا هطلب لك مستشفى المخاليل عشان يجوا ياخدوكي من هنا واخلص منك. مخاليل لما ياكلوكي ومش هتروحي مني في حته؟ صباح الرضا. انت ايه يا عم؟ ما بتزهقش؟ انا قلت اجي اشرب معاكي فنجان قهوه. انا ما غيرتش رايي. ايه بقى؟ ايه؟ ما تبقيش معقده قوي كده. يا عم انت عايز ايه مني؟ ما تخلينا اصحاب احسن وخلينا اروح. ما انا جاي اتكلم معاكي بصفتي صديق. لبابا. بابا ايه بس يا كندا؟ بابا عنده 70 سنه يا ماما. ماشي اتفضل. عامله ايه في الشغل؟ شغل مين يا اخويا؟ هو انا لاقي حاجه اعملها غير اني قاعده عماله العب كاندي كراش اما هطق من جنابي؟ بس كده؟ من بكره تنزلي الموقع. يا سلام. اما اشوف. مش هتطلبي لي القهوه بقى؟ مصر انت؟ قوي. يا ابني هات واحد قهوه لصاحب الشغل جبرباشا. وواحد ليمون ساقع عشاني. عسل.